خصيصا نبداو ساعه والله كيفاش تحب نبداو ساعه نبداو بالبقره اللي تيحو تطرس ككان نبداو ساعه بالناخب الوطني اللي يتكلم على مساله اللي هي في القضاء. شوف بلا ترتاح تكلم عليه لرئيس الجمعيه للاع بلاتيني طاح نتكلم عليه لرئيس الجمعيه للاع نويل لوغريت رئيس الجامعة الفرنسية لكرة القدم قالوا حتى حد لم الجامعة لم الواحد ولا الفيفا دخلت ولا تابي وما أدراك ولا برنار تابي وما أدراك طاح حتى حد ما تكلم رئيس الجامعة الإسبانية لكرة القدم على بوسة تنحى حتى حد ما تكلم عليه أي. احنا في الكره الطائره ولا كره لا 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 لا, لا مش كره طائره كره القدم النسائيه اي قبله مع الجامعة بي صحيح حتى حد هذا عجبك الحكايه حتى حد ما تكلم عليه هذه النقطه الاولى بالنسبه لي انا فما قضاء انت ناخب وطني ما تكلمش على الشيء هذايا لانه وقع كلام قبله من طرف مدربين ومن طرف أشخاص ومن طرف معناتها أعضاء الجامعة بيدهم ناس ولو يتهموا بالقضاء ويحاسبوا في القضاء كيف أنكم معناتها السيد هذا تودعوه في السجن واحد وكل معناتها سيتي معناتها اون انتربيلاسيون معناتها يحاسبوا في القضاء لكن يا سامي جست نناقشوا مع سامي توا بالنسبة للجلال القادم ما كانش يحلم نهار اللي هو باش يدرب من المنتخب هاني جيت باش نجيوها مش هو خلينا لا باش نحط باش نحط جلال القادري في الاطار فقط ما كانش يحلم معناه اللي هو باش يدرب يوما ما ووديع الجاري معناها علاقته بجلال علاقه باهيه علاقه ممتازه تخلي الراجل بوركوا با معناها انه يذكره بالخير معناها اش تحبوا يقول معناها سامي باش نقول لك حاجه انت وقت تقول لي الناخب الوطني انت يلزمك تعرف وهذا معناتها ماهوش سر معناتها فماش ناخب وطني الناخب الوطني الأول هو رئيس الجامعة وبعد ثم لجوان الأولاني والثاني والثالث وكل هو كان لجوان تاع لجوان لأنه بالنسبة لي أنا كبير اللي كان قبل منظر أي منظر كبير إيه مقابلة نيجيريا هي اللي كانت الفيصل منظر كبير كان ياخذ الأوامر على مستوى القائمة وعلى مستوى التشكيلة الأساسية وبعد يدخل رئيس الجامعة في الفستيير حتى معناتها كان مش يتبدل لاعب ولا حاجة لا يا سامي نعم هذا الكل نعرفوه لكن علاش تتلوم على جلال ولا نعيمة تلوم على جلال يتكلم بالطريقة عندك شوف اسمعني وصاحب فضل كان صارت له أي حاجة أخرى حق من حقوقه أنه يتكلم لكن هذه مسألة في القضاء واللغة واللهجة وتوجيه الخطاب وكأنهم الناس هذوما معناتها يسائلوا في القضاء اللي هو من المفروض أنه القضاء هو اللي يسائل على فكرة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ما عندوش قضية هذه بركة عنده عديد القضايا الأخرى نسكر الدوسي هدايا بالنسبة معناتها الأعضاء الجامعة أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم ضايعين لسبب بسيط جدا لأنه كما قادري ما يقررش أيضا أعضاء الجامعة ولا فيهم حتى إنسان يقرر وقت أنت ماكش متعود أن تأخذ قرارات بالطبع وقت تلقى روحك في موقع القرار ولا مجبر أنك تأخذ القرار لذا معناتها الناس هذوما ضايعين فيما يخص الإدارة نعطيك أنا معلومة الإدارة متاع الجامعة التونسية لكرة القدم توا الفلوجة وقت تعرف شو معناتها الفلوجة الإدارة الجامعة التونسية لكرة القدم توا الفلوجة يعني الشيء الأخير يعني والله تشبيه لا الفلوجة لأنه كانوا ثم جماعة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ثم جماعة الأخرين والجماعة الأخرين تعرضوا إذا مظالم صارخة على مستوى الإداري وعلى مستوى المادي وعلى مستوى المعنوي كانوا ثم معناتها ظلم صارخ الحاجة الثالثة اللي نحب نقولها أنا فيما يخص الفريق الوطني انا جيتك حاجه ستريمينغ اي تفضل ناخذ ستريمينغ مباشر
مع اخونا وجدي ونرجع لك سامي ونرجع لحسان.